عزيزتي الفتاة، إليك مواصفات رجل برج الأسد. يمكنك معرفة الكثير عن الرجل من خلال برجه، فهو يكشف لك الكثير من الخبايا والأسرار. فإذا كنت تتساءلين عن رجل برج الأسد فإليك التفاصيل. شخص رزين وهادئ، يتحاشى التدخل فيما لا يخصه ويبقى هادئا حتى يأتي وقته الملائم للحركة. هو مثل الأسد في الغابة، لا يتحرك إلا في التوقيت المناسب ولهدف محدد، ويهوى السيطرة على الغير، وقد يصل به الأمر إلى العنجهية. يعشق التملك وخصوصا لشريكته في الحياة، لذلك احذري عزيزتي الفتاة إذا كنت لا تستطيعين تحمل ذلك. رجل الأسد يمتلك شخصية قوية ويتحمل مسؤولية الآخرين، ولديه قدرة كبيرة على العناية بهم وحمايتهم. قلبه طيب، لا يحمل الكراهية، لكنه في الوقت نفسه لا يسامح نهائيا من يغدر به، وخصوصا إذا أتته الخيانة من حبيبته أو صديقه. رجل الأسد صريح إلى أبعد الحدود، ويكره المجاملة والنفاق، ويفضل أن يكون المدح والثناء لمن يستحقه فقط. على الرغم من كونه مغرورا ويعتز بنفسه كثيرا ويرى أنه شخصية فريدة رائعة، ولذلك ننصحك عزيزتي أن تتأقلمي مع غروره الزائد. يتميز بقدرته على مجابهة التحديات، ويعمل بشكل دؤوب للوصول إلى أهدافه العملية، ولديه إمكانية كبيرة للتغلب على المصاعب التي تواجهه، فهو يكره الفشل ويقدس النجاح، وربما في بعض الأحيان قد ينعكس خوفه من أن يكون فاشلا بصورة سلبية عليه. مولود الأسد يعتبر المظهر الخارجي أساسيا بالنسبة له، ويحب اقتناء الثياب الفاخرة التي تجعله قمة في الوسامة، ويحرص على الظهور في كل مكان بأفضل شكل ممكن. يملك تنظيما مميزا للوقت، فهو كعقارب الساعة يستطيع تحديد الوقت المناسب لما يتوجب عليه القيام به، ويوازن كثيرا بين العمل والراحة بطريقة استثنائية. رجل برج الأسد شخصية اجتماعية، يحب التواصل مع الآخرين وأن يسلط الضوء عليه من قبلهم، يرغب بالبقاء محور اهتمام الناس من حوله، فهو يمتلك جاذبية خاصة تشد الانتباه إلى حديثه وتصرفاته. إنه إنسان عنيد وصعب المراس حتى في الأمور الجانبية البسيطة، فهو يشعر أنه دائما على حق وآراؤه صائبة، بينما الآخرين هم على خطأ، فكوني حذرة في هذا الجانب عزيزتي الفتاة. أيضا رجل الأسد يتحول إلى شخص عدائي إذا شعر بالغضب الشديد، وقد يجرحك في تصرفاته وأقواله، وربما يصل بك الأمر إلى الخوف منه بسبب عدائيته الشديدة.